ألمح بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي لإمكانية انتقاله للعمل في أوروبا كأول من ينتقل من القارة السمراء للعمل هناك. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبرتوب. موسيماني يقود الأهلي منذ أكتوبر الماضي، وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، ويستعد للمنافسة على مونديال الأندية حيث يواجه الدحيل القطري غدا الخميس. وقال موسيماني في تصريحات لشبكة CNN العالمية: بالتأكيد هناك احتمال للعمل في أوروبا، يجب أن نكون واقعيين ونقول إن أوروبا لا تمتلك العديد من المدربين الأفارقة. وأضاف أيضا: لا أريد أن يتحول الأمر إلى سياسة واللعب بالمشاعر، لكن يجب قول الأشياء كما هي، أوروبا ليس لديها العديد من المدربين الأفارقة. وأكمل قائلا: أعتقد أن طبيبا من جنوب أفريقيا هو نفس الطبيب الموجود في أوروبا، والمهندس المعماري الذي تأهل في جنوب أفريقيا هو نفسه في أوروبا، لذلك لا أفهم متى يتعلق الأمر بكرة القدم، لماذا ينظر إلى هذه الأشياء بشكل مختلف. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.